أسعد الله أوقاتكم مشاهدي نشرتنا اليوم الاثنين 19/12/2016. تشكل الضباب الخفيف صباح اليوم على سويحان، وإليكم صورة الأقمار الاصطناعية الملتقطة صباح هذا اليوم حيث تشير إلى وجود سحب خفيفة ومتفرقة على الدولة. وننتقل معكم إلى الخارطة السطحية المحللة حيث نلاحظ وجود امتداد منخفض جوي على بحر عمان مع وجود امتداد مرتفع جوي على شمال ووسط شبه الجزيرة العربية ممتدا إلى الدولة. تصحب رياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام خاصة فوق البحر، وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة. والطقس صحو إلى غائم جزئيا أحيانا، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة على المناطق الداخلية. وننتقل معكم مشاهدينا لدرجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم. نلاحظ في الحرارة الساحلية في أوائل العشرينات، أما الحرارة الداخلية في أواسط العشرينات، والحرارة الجبلية ما دون 20 درجة مئوية. والآن أعزائي المشاهدين ننتقل إلى حالة البحر في الخليج العربي حيث يكون مضطرب الموج. أما الحال في بحر عمان متوسط الموج، لذا نحذر من ارتياد البحر في الخليج العربي نظراً لإضطرابه. طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعة الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف. والبحر متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان. أترككم مع الطقس المتوقع للأيام المقبلة وفي أمان الله.